لك يا أحلى حارة بكل الشام وأكتر حارة أصلية بكل الشام وأكتر حارة شامية بكل الشام. ليش هيك صار فيك؟ والله ما بعرف. يا شيخ مهدي، شو بدي أحكي لك؟ لا وشو بدي اشكي لك؟ لا اشكي لك، همي والله جبال ما بتحمله. انا عابد، وهون القصة بيعدل الظهر من هون.
وجه الله تعالى وعز لك العمر لك نفسهم هدول اللي كانوا عم يكذبوا ويصبوا ويفقوا عليك لك سابينك عشامي لا سيدي لا تقرف وصافين بالصف الاول كمان وواحد هون عم يطج ويركب عم يطج ويركب عم يطج ويركب ودموعه على عرض حدوده من كتر الزهر والخوف والتقى والتعبد الله اكبر الله لك يا ربي ضخمي لك شلون صار طمعه سيدي هدول بيزبط معهم كل شيء وهي حلاوته سيدنا الشيخ مهدي جمعهم كلياته وكشفهم واحد ولا دين الحلال ولا دين الحرام السكرتية والزبلعية القبطايات والسرسرية الأوادم والحبحبجية ولك حتى كابتن التقارير والمخابرات لا والله سياسي. أبي الله يرحمه الحج زين العابدين كان هو المسؤول عن بكيلية الشيخ مهدي وكان مسؤول عن جمع التبرعات اللي تيجي من أهل الخير وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين الله يرحمه كان كل سوق الشيخ مهدي يوقف على حيله مثل الألف وقت المر بدقنه البيضة وعبايته اللي مثل التلج ومسبحته اللي عم ترن رن من خشب الصندل كان كل سوق الشيخ مهدي يحسب له 1000 حساب ينعم كل سوق الشيخ مهدي يحسب له 1000 حساب لك حتى ببيتنا احنا كنا نحسب له 1000 حساب لكن كنا نخاف منه لانه الله يرحمه يعني كان ماسكها حنبلية شوي لك عم في شوي لك كان ماسكها الله وقيل حنبلية خير الله يا بي تخلينا نروح على السينما حرام طب نسمع موسيقى حرام طيب نفتح تلفزيون حرام طيب نروح مشوار حرام طيب التدخين حرام ومن الكبائر طيب الرفقة حرام إلا اللهم رفقة الجامع ومو كل يوم كلمة واحدة بتمه الله خلقنا للعلم والعبادة وخدمة الناس وبس كان يوقف قدام هنالي وبإيده الكبجاي بإيده الله وكيلكم بإيده كان يذكر لهالعالم الفقراء والمعترين واللي على باب الله واللي واقفين طابور طويل هيك واصل لآخر بذكر مرة من المرات كنت عم هديله طنجرة الفاصولية والجو هوا زمهرير برد بقصة المسمار لك والسما محبسة وما عم ينزل المطار لك ما في غير والطابور يزيد والطنجرة تلقط الطابور يزيد والطنجرة تلقط وفجأة بيصير الحج صعود لا تأخذونا يا خلايق الجوع أكبر من الطعام ببلش العالم الدرويش واللي على باب الله تدير ظهره وتتيسر لمحت النبي رجال مكحكي مقردع من البردة هاي في التنكة يمكن عمره أكثر من شي 800 سنة طلع فيه طحي قال لي ولي يمك يا ابني ولي يمك لك ما أكلنا اليوم بناكل بكرة لك ما أكلنا بكرة بناكل اللي بعده بسيطة بلعوها خيرة بخيرة يا بام لك يا باطل
لك نفرة الدمع من عيني يا باطل، لك ما خسى شوك ومثل صيخ النار ركبت من الحرق على البيت على المطبخ على البراد، فتحت البراد شو طلع بخلقتي كفتهم بها الصفرطاس، سكرت الصفرطاس ومثل صيخ النار رجعت على الحارة يا حجي، لك يا حجي، لك ولك يا حجي، لك هلا كان هو فص بالحجار يا حجي، بسم الله الرحمن الرحيم على الوجه، لك هيك لحتى لمحته بتم الحارة قاعد بزاوية مكرتع على حاله من كتر البرد وعم يلاعب بقطط بس رحته. لا تاخذنا يا حجي والله فتل فتل راسي عليك، لا تاخذنا حجي، هدول هدول من فضلة خيرك الف الف صحة وهنا. فتح السفرطاس طالع شافت لحمة وعطاها للقطة. حجي هدول شو بقول لك يا لك الف 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 صحة وهنا. طالع شافت لحمة ثانية ورد عطاها للقطة. لك حجي حجي بوس ايديك ورجليك لك كون وشباع وخلص، لك بعدين بتطعمي على القطة، لك والله ما حتهرب، طلع فيي ولا فرج همنا يا رب، لك يا رب، لك يا فارج الهم والغم والكرب فرج. هم كأنه دعوات الفقراء والمعترين والمساكين حيلة مقطوع من كتر التعب والشقة والهم والغم، هيك بتصل عندك على السماء. ها ها يا رب يا رب حتى عمرك في الرسام اللي كان مستأجر مرسم عنا بالحارة، التاني كان يلومه من بركات الشيخ محي الدين نصيب، كان كل يوم والتاني هيك احسان، ايه احسان سليم، كان كل يوم والتاني لهوني ايه خمسان، كان كل يوم والتاني يحمل حاله ويجيب طاسته وينسكب له، يوم اللي يغيب عن السكبيس بسكب له انا هيك طاسه بالسرقه واخذ له اياها، التاني التاني كان كاتب لي لوحة ومعلقها بنص المرسم وبالقلم العريض، الله لا يحب الفقراء، لك يا الله لا يوفقك يا عمران اهزم، قال الله لا يحب الفقراء، لك لو صرت معك قال الله لا يحب. كنت وقت اللي بدي اهرب من العالم والعجقة والضجقة من حالي روح لعنده على المرسم اقعد عنده ساعات وساعات هو يرسم وياكي وانا قاعد عم هز براسي شي فهمانه وشي الله يعينه يرسخ ويشخبط ويشخبط اشكال والوان شي مثل خرابيش الشاش. لك يا رب دخي هذا بس بدي افهمه، لك ليش عم يضيع وقته بهالعلاقة الفاضي والمصدي؟ بس الشهادة لله كنت عم بشوف رسماته افراح اسعار وضحك ابكي انا وكيلكم كان عم يرتاح كان عم يرتاح
لهيك كانت ذكية الشيخ محي الدين مركز تبرعاته على مستوى بتشوف هالنسوان الأكابر، نسوان هالضباط، نسوان هالمسؤولين يجوا لك هيك بالسيارات المرسيدس، السيارات السوداء الفخمة، ينفتح الطبون وتبلش هالبضاعة تتفرقع تتكرفط. بذكر وحدة كانوا يقولوا لها المدام الله يستر عليها ما بدنا نحكي كانت بنت مسؤول كتير 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 كبير بالبلد، لا كانت كلمتها هي ما تصير تنتين، لا كانت تفك مشلول. بذكر هالمدام كانت كل اسبوع لا مقطوعه ولا ممنوعه، لا مقطوعه ولا ممنوعه، كل اسبوع تجي لك هيك بالسياره المرسيدس، الشوفير ينزل البضاعه وهي تحط على راسها غطا وتشك على ظهر يا سيدنا الشيخ، لك تقعد لعنده لك نص ساعه، كنت اربع ساعه احيانا ساعه تطلع من عنده لك عيونها مثل برك الدم، بكيانه لدينا بكيانه، لك الاسبوع لا مقطوعه ولا ممنوعه، لا مقطوعه ولا ممنوعه، شيء لك عم يعبط ببطني، لك اخذ بدي اعرف شو عم تقول لسيدنا الشيخ شيخ هيك. لمره تخبيت الدرخوشه على الضريح واستنيتها لفاتت وبلشت ايدي بزنارك يا سيدنا الشيخ، ايدي بزنارك يا سيدنا الشيخ، تشفعلي عند رب العالمين، انا زنيت لك كيف ضهرتك على السمعة شيخ؟ لك ردت اجت الاسبوع اللي بعده ايدي بزنارك يا سيدنا الشيخ، ايدي بزنارك يا سيدنا الشيخ، تشفعلي عند رب العالمين، انا زنيت لك كيف ضهرتك على السمعة شيخ؟ لك ردت اجت الاسبوع اللي بعده ايدي بزنارك يا سيدنا الشيخ. خلص والله 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 هي اخر مرة، انا زنيت كيف ضهرتك على السمعة شيخ؟ لك ردت اجت الاسبوع اللي بعده، لك واللي بعد بعده، لك واللي بعد بعد بعده، لك واللي بعد 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 بعده، كيف ضهرتك يا مدام دلال؟ لك كيف ضهرتك يا مدام دلال؟ ايش جمعي له اياه لسيدنا الشيخ الا تربع شهور يا ضروري كل ما بدك هجري تجي تهزي له بطنه شرح على السمعة، لك والله مو سمعة هاي. ايه بس الشهادة لله، والله ما كانت تقصر بنوك وما كانت تجيب الا البضاعة التقالي وعلى مستوى عالي. الله يرحم هذيك الايام وقت اللي كانت العالم تتمرع على الايد اليمين ما تعرف شو تبرع ايد الشمال، الله يستر عليها ما بدنا نجيب زغيرتها بالعرضين. ابي الله يرحمه يعني ما كان كثير يحبه لسيدنا الشيخ، وقت طالعه الناس لي كل ما بده يقرا له الفاتحه يختم لي اياها بالاخير، الله يرحمك والله يهديك والله يغفر لك والله ما بعرف شو، لا تاخذنا بهالكلمة يا بي، يعني لا تاخذنا بهالكلمة بلا ملودية وبلا صغرى، إذا سيدنا الشيخ محي الدين ابن عربي بجلالة قدره عم تدعي له الله يحميه والله يهديه والله يغفر له والله يرحمه والله ما بعرف شو، يعني شو بدك تدعي له لأبراتب سوزوكي ضريب المواز، واللي الواحد يسأل له كلمة صباح الخير ها 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 زايحة شوي كان يشرك له واجهته، ولا لا تاني ممدوح خريم، ولا لا بهادي ضريب الحب والحشيش، ولا لا بناصر الدبشي ناصر الدبشي، ولا لا برامز الحميماتي اللي كان يبلع ورق القطار كرمال طير شخشر لي، لك هو بالاصل سارقه ومشنكله ومكشت جاره طلع فيه ابي، ولو علينا يدحن يكفي يزقني بالحيط يا ابي، الشيخ محي الدين ابن عربي على عيننا بس طريقته غير طريقتنا وتوبه غير توبنا وسبره غير سبرنا، عم تفهم؟ ايوه شيخ محي الدين ابن عربي طريقته غير طريقتنا سبره غير سبرنا وتوبه غير توبنا، شو سبرنا؟ لك فورا اتذكرت كلمته للاستاذ عمران وقت اللي قال لي شكون اقول لك يا عابد، شكون اقول لك يا عابد،
الشيخ محي الدين ابن عربي غير كل هدول الناس اللي تشوفهم قدامك. هدول الناس اللي تشوفهم قدامك يفوتون على الكنيسة على الجامع نفس الشيء، يفوتون يصلون ويطلعون وهم بالأصل مش عارفانين ليش فاتوا ليش صلوا ليش طلعوا. الشيخ محي الدين ابن عربي يا عابد علمنا نعشق الحب، نعشق الحق والخير والجمال، وهذول الناس اللي تشوفهم قدامك لا يعترفون لا بالحق ولا بالحب ولا بالخير ولا بالجمال، يعترفون فقط بمصالحهم الشخصية، مصالحهم الشخصية. لك حتى الله، لك حتى الله يعبدون لمصلحة شخصية. أعطيني أعطيك، حق لي أحق لك، ارزقني أصلي لك، ارزقني أصلي لك يا عابد. الشيخ محي الدين ابن عربي شخصية تنازية. الشيخ محي الدين ابن عربي شخصية استئتنازية. عم قد تقول لهم نوم استئتنازية في نوم استئنافية استثنائية. هي الشيخ محي الدين ابن عربي شخصية استثنائية. لك الله عليك، لك الله عليك يا استاذ عمران، الله عليك لك. وانا اللي كنت مفكرك سهلان وعلى باب الله ومزقق، لك تالي طلعت كاشف الحرم كبيرة صغيرة من باب المعرفة. الله عليك يا استاذ عمران. أول مرة بنزل فيها على سوق الشيخ محي الدين كان عمري شي 10 سنين. قال لي أبي اليوم بعد صلاة العشاء بدنا نروح لعند الحاج صلاح، عاوزني بموضوع وبدي إياك تروح معي. قلت له أمرك يا أمي. شحطني أبي ونزلني على السوق. بوقتها ما كنت قادر أشيل عيوني عن العالم والعشقة والطشقة والناس والكبار والصغار الأولاد والنسوان، محلات الخضرة، محلات الفواكه، محلات الحلو، محلات السمك، الخوانيف المذبوحة ومشروقة ومعلقة، بسطات الكتب، بسطات الستيانة والكنسي والآيات القرآنية المروزة، سوق التهريب المطشوش من أول السوق لآخر الحاصل. فتنا عند الحاج صلاح، أكلنا معمولة بعجة وبرازي وشربنا شاي. التفت أبي وقال له ايه يا حاج صلاح، شو الموضوع اللي عاوزني من شانه؟ اخطيته هذاك فات بالحيط، ما عاد يعرف شو بدي يحكي. والله ما بعرف شو بدي لك يا ابو حامد، والله ما بعرف شو بدي لك يا ابو حامد. انت بتعرف وانت سيد العارفين، شو انت سيد العارفين انه افشاء الرؤيا يفسدها، شو افشاء الرؤيا يفسدها. الله وكيلك يا ابو حامد، والله ما بعرف شو بدي لك. من شي 3-4-5 ايام اجاني بالمنام شيخ لابس ابيض ابيض، شو شيخ لابس ابيض ابيض. اخ يا ابو حامد، لك اللون عم يطلع من دمه من ادانه، لك وشو عم يشح مثل الشمس. عارف يا ابو علي ايه قلبي طحلو من جوا. سالته من انت؟ عم قال لي انا خد من النبي الهاشمي عليه الصلاه والسلام الشيخ محي الدين ابن عربي. شو قال؟ هو خد من النبي الهاشمي عليه الصلاه والسلام الشيخ محي الدين ابن عربي. قلت له ايه، وشو بدك مني هلا؟ عم قال لي انت يا ابني الله باركك وبارك لك. شو قال؟ انا الله بارك لي وبارك لي. اخ يا ابو عابد، وسحبني هيك من يدي وبلشنا نطير بهالسماء. نطير وندور، نطير وندور. اخ يا ابو عابد والله بشتيها انا كل الحب. نطير وندور، نطير وندور، نطير. اصلحك الله، لك اصلحك الله يا حاج صلاح، اصلحك الله. والله ان كل هذه التوهمات مردها ومرجعيتها لجماعه الصوفيه والتصوف اللي لاحق اياهم. لك انت ما بتعرف انه الله سبحانه وتعالى رسم لنا طريق واضح وصريح لا لبس فيه. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصلاه والصيام والزكاه وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا وكفى المؤمنين شر التاويل. قال شيخ لابس ابيض بابيض، قال اسمع على العلاك الفاضي والمصدي، لك خذ لنا طريق خلينا نتيسر.
تحليم بوزي وانا راكد وراه مثل الدنا. سألته يا بي يعني من بعد امرك من بعد اذنك بس شو بيقصد الحرص انا بكلامه؟ قال لي خلاص خلاص ولا تزيد ولا حرف، حكي فاضي وبلا طعمه. وانا كل الطريق ما بتسكر كلامه للحاج صلاح. لك حسني اسمي جوا وبعدل جسمي مثل الكهرباء. كنت امشي بحارات الشيخ مهدين واسمع الاذان والتبكير. 10 عم يأذنوا هون، 10 هون عم يتدربوا على قراشين هون بالملو الشهيد، 10 هون عم يذكروا وعجا وطجا وكله فايت ببعضه. لك كله متخبي في بعضه يا اخي. انا بكره العشاء، لك بكره العشاء، لك بضيع كل شيء حلو وكرهوا قلبي. اسمعني هيك شيء مأذن عم يأذن ينضرب يتلوى على طرف صوته. لك هذا عطية لك قول الله يا الله 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 يا سلام يا سلام يا سلام عطية لك الروح. لا 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 وياما وياما فايت على الحمام مسكر الشبابيك مسكر الباب وبلش الله أكبر الله رفيقي صبح قبل ابو صبح كان معقدني كل يوم والتاني بعد ما نطلع من صلاة المغرب. شو يا عمي؟ شو ما بدك تروح معي عند الشيخ عبد الأنس؟ الحضرة بالميلوية. شو 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 يعني حضرة وميلوية؟ يعني من نون من نتواصل مع رب العالمين. ايوه ايوه بتدوروا بتفتلوا بتتواصلوا مع رب يعني بترقصوا ترقصوا ترقصوا. لا
لك يا حمار شو نروح مع نروح يا حمار من نور ونسأل ونتواصل مع رب العالمين رقم بينك حاجة غلاص انت التاني اخي بتدور وبتفتلوا يعني بترسوا لابو لولا بترسوا بترسوا لك يا حمار لك ايش مزعيفنا نسوان بالعرف يا حمار من نور ونسأل ونتواصل مع رب العالمين رقم بينك لك لا حاجة طويلة سيدة التاني لك اخي بينك اخي بتدور وبتفتلوا لك اخي بينك يعني بترسوا بترسوا لابو يا حمار انت ما بتعرف ان الرجال امرأة ناس شلون شلون الرجال امرأة ناس انا مالي سلام اخرب بيتك يا صبرا شو حمار انا رجالي طلعتنا سألته لأبي يا بي يعني من بعد عمرك من بعد اذنك من بعد عمرك من بعد اذنك بس خليني روح مع صبح لعند الشيخ عبد القدوس على الحضره والمنيويه والله 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 ما ادرى انك رحت مع صبح لعند الشيخ عبد القدوس على الحضره والمنيويه رجليك لحتى قصهم جلدك لحتى عملوا دربكات ببوس ايدك يا بي لك والله نطف عني بس بدي اعرف شو عم يعملوا ببوس ايدك ورجلك يا بي خلاص خلاص ولا تزيد ولا حرف لك انا ما حجت جدك الشيخ عابد الله يرحمه اللي كان عامل لي فيها متصوف ولاحقني جماعة الرقاصين روح يا شيخ عابد ما بتجوز عليك إلا الرحمة بعدين بدال هالعلاك الفاضي والمصدي ما تروح تسجل لك بشي معهد من معاهد الأسد لتحفيظ القرآن شباب الحارة كلهم مسجلين بهي المعاهد وفي منه ختموا القرآن وسمعوه قدام مشايخ الحارة لك آخ صرت قد الكديش قد الحمار صار عمرك 18 سنة ولهلأ مو حافظ لك فاتحة عثمانية كافرون وما بعرف شو لك شهوة من الله تيجي لعندي وتقول لي تعي يا بي بدي سمع لك سورة الصافات بدي بللك قلبك وسمعك سورة البقرة سورة المائدة لك آخ إن شاء الله فكرك حيسلموك الجامع من بعدي هيك لسواد عيونك لك إما خزباتك لك آخ قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر حسبنا الله ونعم الوكيل اسمعوا لا اسمعني منيح وفتح أذنيك وهي قدام امك وخواتك احفظ لي نص القرآن وإلك مني 2000 ورقة وإذا بتحفظه كله إلك مني 5000 ورقة شندي ورقة تنطح ورقة وإلك مني اللي بدك يا منيح خلاص نصدق أكثر وحفظوا كلهم 5 وإلك مني اللي بدك يا لك يا الله يرحمك يا جدي لنهار سكبت لي سكبة العمرات وحملت درب طريقي ورحت لعنده على المرسى لقيته مثل العادة غرقان بلوحته وقصصه والوانه واشكاله وقصصه شكون اقول لك يا عابد صار لك زمان ما بينت وين الغيبه قل لي وين الغيبه لك اترك على ربك يا استاذ عمران والله ما بعرف شو بدي لك اخي والله الله وكيلك همي لفوق راسي شكون اقول لك يا عابد شو السالفه قل لي فيني اساعدك فيني اساعدك لك شلون بدك تساعدني يا استاذ عمران لك اخي لك اخي ابي ما خشني مدني قال بده اياني سجل بالمعهد تبع تحفيظ القران لعما بسم الله الرحمن الرحيم لعما انا قلت له لعمران انه ابي بده اياني سجل بالمعهد تبع تحفيظ القران ما بعرف شو صار له بسم الله الرحمن الرحيم على مدنه ولك شني وركبه كسر الريشه طبش اللوحه كسر الالوان على الحيطان على السقف شكون تقول يا عابد شكون تقول تريد تسجل بمعهد الخرا لتحفيظ القران بصوتك بصوتك والله ما يسمعونا والله شني يا سلام ما بيعرف وين بصوتك قصدو معهد الاسد معهد الخرا تريد تسجل بمعهد الخرا لتحفيظ القرآن؟ شكون أقول لك يا عابد؟ تريد تسجل بمعهد الخرا الأسد لتحفيظ القرآن؟ هذه حريتك الشخصية وأنا ما أريد أصادر لك ياها.
بس على هالمرسم ما عاد لك فوت بنوم. لا طول النهار شو فوت ما فوت عظم والله شو بنفوت اذا ما بجي لعندك انا يا استاذ عمران. يا حبيبي يا حبيبي تريد تقرا القران؟ تريد تحفظ القران؟ ما تحفظه لحالك ها؟ شو ناقصك؟ ها؟ شو ناقصك؟ تريد تقرا القران وتحفظه على ايدين هذول الجهله الوصوليين المتسلقين الشيوخ السلاطين؟ شكون اقول لك يا عابد؟ معاهد الخرى لتحفيظ القرآن يخرجونك منها اثنين ما بيهم ثالث، إما شيخ بعثي يعني خرى شغلتك تطلع المنبر وتسبح وتحمد بمجد القائد الفذ المناضل وتكتب تقارير بأصدقائك زملائك وأهل حارتك، أو طالعونك قاعدة متطرف يعني خرى يلخصوا للإسلام والقرآن بسبعين حورية فاتحات رجليهم ينتظرون البطل المقدام. شكون أقول لك يا عابد؟ هذه المعركة الأولى في حياتك. إن قلت إيه لشيوخ السلاطين تظل طول عمرك أنت تقول لهم إيه 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 إيه. جرب مرة واحدة بس، مرة واحدة بس تقول لهم لا لا لا. أنا أصلاً عمران صاحبي ورفيقي وحبيبي وحبيب قلبي وأنا كنت أعطيه نصائح هو كما كان يعطيني نصائح ويا مو يا ما ويا مو يا ما خلصك شنو وحكيلي هات لشوف شو رأيك يا حبيبي بقى فكرة قدامه راح أقول له يا اللهم صل على سيدنا محمد ما شاء الله اللهم صل على سيدنا الله يسلم الأنامي ما شاء الله ما شاء الله بس كان الناس أحمر أخضر مرة مرة هي قال لك عود يا حبيب بدي اعمل لك بورتية 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 اخذت شيء عند راسي عند الصلاة بورتية 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 قال لي لك عود يا حبيب بدي اعمل لك بورتية انا لكن انا رجلي ما عادش يقولوني لكن طالع على شيتي لكن عمراني وجلال اضرب اضرب بدي اعمل لي بورتية حكي وش حصل؟ حصل اشتدي مع نادي كل شهر خمس ساعات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو لك عم مانو لك لا تقوم صوري تصوير لك يا عم والله دهنب والله دهنب لك الله يسلم اليدين يا عمرانو وبتصيخ النار كتيك عندي على البيت حطيت هيك عندي بغرفة حطيت لها مروض حطيت لها إضاءة قال له عمرانو ايوه عمرانو ايوه عمرانو عمرانو شاف ابي سواها شي مليون الف 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 شاف لك بوس ايدك يا ابي ليش هيك سويت لك هاي من حبيبة يا عمران ليش هيك سويت يا ابي بوس ايدك ليش هيك سويت قال لي خلاص خلاص ولا تزيد ولا حرف انت ما بتعرف انه هذا العتق الفاضي والمصدي حرام انت ما بتعرف انه الرسم حرام بعدين هذا صاحبك عمران بلشت تطلع ريحته بالحارة والله والله ما أدرى أنك رحت لعنده مرة تانية رجليك لحتى قصه عم تفهم؟ لاحظتوا صرت كل يوم المغربيات
الاسطوح اسقي الزيار قال يا سيدي العلاط لي قطع قصير راكب شعره سازن الكلمة رشرش مي على هالاسطوح وركز القعدة وبلش حفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليه بني ولد 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 استغفر الله العظيم وعلى ما يدرى ابي اني بس بصدع انا
بنت شليان حتى يفشخ لي 300,000 شقفه. استغفر الله العظيم يا ربي وتبلي. استغفر الله، انا خلص ما شفت شيء والله، ما اصير بس بسهر الصبيه الفرنساويه ما غير مشعرها بتطلع صاير سته والله ما اصير. استغفر الله استغفر الله، خلص انا ما شفت مالي غيره. سيدنا الشيخ بهالدين، دخيلك يا سيدنا الشيخ، دخيلك يا سيدنا الشيخ بهالدين، دخيلك يا سيدنا الشيخ، تشفعني عند رب العالمين. والله ما قصدي يا سيدنا، انا بس بصت على الصبية الفرنساوية مشعرات بالقصايص الدهباغي. والله ما قصدي، والله ما قصدي، دخيلك يا سيدنا الشيخ، دخيلك. يا رحمن يا رحيم يا غفور واغفر لنا يا رب، يا رحمن يا رحيم يا غفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، الحمد لله رب العالمين، نديني إياك نعبد يا رب، نجاء نصر الله أن ستمت ذهبنا. قديم الدين الحب لأنها توشهت، ركائبه فالحب ديني صرت على البيت. أمي وخواتي عم يبكوا، أبي قاعد على الدكة عم يستناني بإيده المسبحة. وين كنت يا عاق يا شاهد يا داشر يا قليل الناموس طوال الليل؟ الله وكيلك يا أبي، كنت عم ضل سيدنا الشيخ عم بحفظ قرآن. عم تحفظ قرآن؟ أنا بدي فرجيك شلون بيحفظ القرآن على أصوله. هيك بيحفظ القرآن، هيك بيحفظ القرآن، هيك بيحفظ القرآن. دخيلك يا أبي، بوس إيدك يا أبي، بوس إيدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا شاء دخيلك يا أبي، وإذا شاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفراجا مسبب عبدك واستغفرهن وكلاي. دخيلك يا أبي، دخيلك يا أبي، واستغفرهن وكلاي. الله دفت ذهبنا بما دفاغنا فلا وكسى الصراخ. دخيلك يا أبي، ولا تعملك حد شدي عملك رجع نصر الله والفتح، ورأيت أنك ونهديني له واشا مسبح بيقول استغفروا نحوك استغفر الله، استغفر الله العظيم. أهدك يا الله وين شوف اللامي صايد لورقة دمي لبسها وحيد سير على الحارة
لا خلالك بيحب العصير لا محمد بالسرير لو عزمنا عنا بعض صلاة العشاء حتى يجوا يسمعوا خطبية قصة القرآن هيك حتى الأستاذ عمران كان معزوم لا والله مو هيك لا والله مو هيك القلوب انت شمس انت امانه انت نور فوق النور واجتمعت العالم عنك بعد الديار من فرده صحن المحلاي ورز الحليب لا وين مرة ريحة المزارع كانت واصلة تم الحارة قالوا لي مشايخ وقفوا بنص أرض الديار ومحد البحرها وبلش تسبيح ما بعرف ليش كله كان موزي عم ياكلوا هم جايين ياكلوا إلا الله يذكرهم خير أستاذ عمران هو الوحيد اللي كان واقف بالزاوية عيني بعينه عم يضحك لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين يا اخي الخير لان تنسى تنسى لان تبدا تهلع من وتهلع انا ما هو كذا اطلع انا تجاهل السنه وتعالى الناس يدخل يوم الدين يا اخي وسبح الحمد لله قل الله ربنا ملكنا لانها تجلت الناس يدخل قل الله من فلك الشرف قل هو الله احد الله يا الله يا الله قل هو الله يا الله انا بعرف انك الفرد الصمد يا الله أنا بعرف إنك أنا جلب تولى يا الله أنا بعرف إنك أنت الفرد الصمد يا الله أنا بحبك يا الله يا الله أنا بحبك يا الله يا الله أنا حفظت القرآن ما حفظته أنا بحبك أنا بحبك يا الله يا الله أنا ما أخاف منه يا الله أنا ما أخاف يا الله أنا ما أخاف منك أنا بحبك أنا بخاف منه أنا بخاف منه لأنه ما يحبوك يا الله اسمعني يا الله يا الله خذني عندك يا الله خذني عندك خذني عندك ما بتعيش بين الوحوش العالي يا الله خذني عندك ما بتعيش بين الوحوش العالي يا الله خذني عندك خذولك تاني يوم الصبح لقيت أبي مثل الحادي عم يستناني هالدكة والله ما بعرف شو بدي لك يا ابني لك بيضت لي وشي بيصير لك سويت لي وشي كمان بيصير لك بس بدي افهم قاعد عم تسمع بهالقرآن وعين الله عليك رأسي مرفوع هيك لسابع سما طمغم ما بعرف شو بصير لك لك جني وركبك بلشت تتهلوس مثل المجانين لك حسبنا الله ونعم الوكيل لك بوس ايدك يا ابني لك ايدي بزن نارك تحط عقلك براسك استاذي بالرحمن والله 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 اذا بتضل على هالشكل ما حيسلموك الجامع من بعدي لك اخ قال انا قلبي على ولدي ولدي على الحشاك حسبنا الله ونعم الوكيل عكلين انا وعدتك بألفين ورقة وهدول هني مزيك ببوس ايدك يا بنت لا بدي 2000 ورقة ولا بدي غيره ببوس ايدك بدي هالطلب الصغير ما بدي غيره بدي اقول لعند الشيخ عبد القدوس على الحضرة والميلوية خلاص خلاص ولا زيد ولا حرف
ولك انا كم مره قلت لك ياها؟ الله سبحانه وتعالى رسم لنا طريق واضح وصريح لا لبس فيه. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصلاه والصيام والزكاه وحج البيت. بعرفهم يا بي، والله بعرفهم وحافظهم. بس بوس ايدك، بدي هالطلب صغير وما بدي غيره يا بي. بوس ايدك ورجلك. لك انا قبلك يا بي، والله ما بطلع عن طورك. بوس ايدك ورجلك. خاس خاس خاس. ماشي، رح اثبت لك انك على خطأ، رح اسمح لك تروح لعنده بس بشروطي. يا ام عابد، من اليوم ورايح بتدوري لنا على عروس لعابد. لا بوس ايدك يا بي. لك شو عروس ما عروس، بوس ايدك. لك انا بدي اتسجل كويس الصبي الفرن تساويه باغي مش عارف مثل اصايب صدام. شو عم تحكي يا ولاد؟ شو عم تكرمت؟ سمعني شو عم تكرمت. لا يا بي، بس عم اقول لحالي انه نبركي من اجلها بس شوي. بوس ايدك بس بس شوي. اول على اخر بدك تتجوز. شو ما بدك تكمل نص دينك؟ بلا يا بي بدي كمله، بس عم اقول لحالي بركي من اجلها بس بس شوي. بوس ايدك ورجلك بس شوي، اذا بس شوي بسيطه. شو ما بدك تفرجيني ضرب؟ ما بدك تفرجيني زين العابدين الصغير؟ بلا يا بي، وحياتك على الغالي. لحتى اجيب لك يا شعراني وشعرات ومثل عصاي صدق. واخيرا بدي اروح لعند الشيخ عبد المدوس على الحضره والميلويه، وبدي ارقص وبدي ارقص بدي أرقص وبدي أرقص وبدي أرقص. وفت عند الشيخ عبد المدوس على الحضره والميلويه، لقيته قاعد بالنص وراكب على الحيط والشباب مجموعين. اهلا وسهلا بعابد بن زين العابدين، من زمان عم نستناك يا ابني، اجلس واستمع. اهم ما في الحضره يا ابني صفاء الذهن والعقل والقلب، ولا يجوز الشرود عن الحضره. والدوران اساس الدرويش واصل الميلويه واصل الكون كله. فالكواكب تدور حول نفسها وتدور حول الشمس وتدور حول المجرة مع عقارب الساعة بقدرته جل وعلا وبقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وكل في فلك يسبحون، صدق الله العظيم. وكلما دورتم أكثر، كلما ظهرتم مع المجموعة والجماعة أكثر فأكثر، كلما دورتم أكثر، كلما ظهرتم مع المجموعة والجماعة أكثر فأكثر. بيتك يا صبوح، تاني عبدو،
صباح أبو سلطان كيف حالك؟ أنا عبدو يلا عيوانا كمان هيك أنا شيخ بتزبط بسم الله بسم الله بسم الله بتزبط شو لا ماذا أبو سلطان أحسن مني ليك أبا بتزبط شيخ بتزبط يلا بسم الله بسم الله شوي 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 هيك ها هيك زبطت ها ما في شيء سهلة سهلة لا ما في ما هيك اتفقنا I'm gonna go to the
لا مرحبا كان كان الله شو خلص حتى عرضها لو حاضر طبع شيء شبابيك مخلحة الباب مكسور عمرانو يا عمرانو يا عمرانو لم تنسهل معك يا عمرانو عمرانو يا حبيبي يا عمرانو عمرانو وينك يا حبيبي نط واحد من الجيران وقال لي مكتوب فيه تقرير للمخابرات بيشرب عرق ولسانه طويل وعم يقشوا كل شيء بفوت لعنده دير بالك يا عابد ورجعت لعند الشيخ عبد القدوس من اول وجديد. استسمحته واعتذرت له وبست ايده كمان. اهم شيء يا عابد تكون صفيت عقلك وذهنك وقلبك، ايش بدي؟ صفيت عقلي وذهني وقلبي كمان. يلا لشوف. قلت مع المجموعة وبلش دوران. يلا لشوف شو عم تشاوي المجموعة بتشاوي مثلهم. عم تسمع يا عابد؟ شو عم تشاوي المجموعة بتشاوي مثلهم. يلا لشوف شاوي مثل ما عم تشاوي المجموعة. حس بالدراويش اللي حواليك يا عابد. لا تدور لحالك يا عابد. شاوي مثل ما عم تشاوي المجموعة. شاوي مثل ما عم تشاوي المجموعة. أصلا كل الشباب اللي يجوا بعدك صاروا أحسن منك. شو قصتك بابا؟ يلا لشوف ليك عبدو إجا بعدك وصار أحسن منك. عبدو إجا بعدك وصار أحسن منك. كل الشباب اللي يجوا بعدك صاروا أحسن منك. يلا لشوف شاوي مثل ما عم تشاوي المجموعة. إيه بس يا شيخ أنا إلي طريقتي والمجموعة إلها طريقتها. شو طريقتك؟ شو طريقتهم؟ هو في طريقتي وبس؟ طريقة الشيخ عبد القدوس؟ عم تسمعوا لك؟ بتشاوي مثل طريقتي وبس؟ يلا لك شاوي مثل ما عم تشاوي المجموعة. بعدين خدراشك ايامي بدي كشر لك اياه. انسانك بدي يوصل لك اياه. من ايمتى كنا نرد بوش الاكبر مننا ولك؟ يلا لك شاوي مثل ما عم تشاوي المجموعة. شاوي مثل ما عم تشاوي المجموعة. ولك على الطيزة ولك هل عم طيزي انت والمجموعة؟ هل عم طيزي انت والمجموعة؟ هل عم طيزي كلكم؟ ولك كلكم طلعتوا اخرى من بعضكم؟ كلكم طلعتوا اخرى من بعضكم؟ انا عابد انا عابد والمجموعة. انا بدي دور لوحدي بدي طير وعلي فوق سابع سما بين نجوم القمر والشمس. حاجة تروح على
عارف يا شبان ما حد له شيء حاشد دونه مثل الخرسة بالطاسة طلعوا عم يشوفوا اللي عم يشوفوا أنا عم بدور فوق الشام كلك أنا عم بدور فوقك يا شام أنا عم بدور فوق الفحر والمعزمين المهترين والمأهولين صدقني يا شيخ محدين صدقني يا شيخ محدين الشام فيها ناس جوعانه وبردانه تعبانه وعطشانه وينك يا شيخ محدين تيجي تسقيهم وتدفيهم وتطعميهم بالقهوة يا رب أنا تعبت يا رب أنا تعبت يا رب تعبت من الظلم تعبت من القهر تعبت من صوت أهل الناس بالشوعاني وبتعبهني وينك يا رب اسمعنا يا رب حس فينا يا رب وينك يا رب خلصنا يا رب يا شيخنا